احمد التجاني يا احمد التجاني يا من له التصريف في الالوان يا شيخنا يا احمد التجاني يا من له التصريف في الاكوان يا من على كرسي ختم الاولياء بعنايه من ربه الرحمن يا غوثنا من كل كرب هزنا يا سرنا يا امننا الصمدان يا من انيل خلافه ازليه حقيه انشد به العدنان يا من حقائق غيبه مكتومه عن غير طه أيما كتمان إني أتيت وبحر ذنبي مزبد متلاطم الأمواج بالهيجان فبحق نجوى جدك المختار ليلة أنصرى لإلهنا المنان وبما به ناجاك في شلالة فسقاك كأس الأمن والإيقان وبما به أحبابكم صحب النبي وبحبه خصوا من المنان وبما به أهل الشهود بأسرهم قد شاهدوا من وصلك المتداني وبذلك العهد القديم أخلته من سر بالبرهان أدرك أبيدا جاء راجي وصلة لله حبا سامي التوقاني ما عنده غير الوداد وسيلة يا موئلي بين الملا وأماني المرء مع من قد أحب وإنني أحببتكم لله من أكياني المرء مع من قد أحب وإنني أحببتكم لله من أكياني يا رب بالنور المطلسم كنهه وبسر ما في أحرف القرآن كن كاشفا عنا به وبجده ما غمنا باللطف والتحنان فصلاة ربي والسلام على النبي والآل جملتهم مدى الأزمان والسلام معاد على حضرة صاحب الختم المحمدي شيخ الطريقة وحامل لواء الحقيقة أبي العباس منبئ الفيوضات سيدي أحمد بن محمد بن سالم التجاني رضي الله عنه وأرضاه وأنما هو أمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.